والله جنو أمن الموصل اعتبار حرامي، يعني الدواعش اللي يقضبوا يلزموا ما يرحموا، والعالم تنطي مبارك كبيرة يلا تطلع من الموصل. وهي معاناة المخيم يشوفون وضعية تعبانة، يرثلها حالتهم تعبانة، هاي مقبل عليهم شتاء، لا تقول صيف، يعني تحت الخيم عندك شياب تعبانة عجز. جينا النفر ب 2500 دولار، يعني اي شيء ما ظل عندنا، كل شيء بعناه، يعني حتى ناس باعت فرشه وجتين، اي قرض من بيت هناك بعناه، سبوا مالنا، هجرونا، يعني بهدلوا عالم بشكل بهدلوا عالم. هسه يعني حاليا اللي عنده تالي فلس راح يخلص ويقعد. والله من فات داعش ما شفنا خير يعني، والله داعش يمنع كل شيء، حتى الثوب يمنع، الثوب حتى الازار يمنع، الشعر طولوه، لحى طولوه، هذا كله طوله، والله حتى الازار مال الثوب خلونا نطوله.